نختم الجولة من الانتباه ونقرأ من الانتباه دونالد بوث. جهود أمريكية لدعم السلام في السودان. في تفاصيل هذا الخبر أعلن مبعوث الولايات المتحدة للسودان ودولة جنوب السودان دونالد بوث عن جهود أمريكية لدعم السودان وحث الحركات الحاملة للسلاح للوصول إلى السلام. كشف عن تفاهمات ومباحثات بين الخرطوم وواشنطن توقع أن تحدث اختراقا في شكل العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم بمكتبه بالخرطوم المبعوث الأمريكي برفقة القائم بالأعمال والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية. وقدم لهم تنويرا بالتحولات التي تمت في البلاد حتى تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقال إنها تعمل حاليا بمساعدة الأصدقاء ودولة جنوب السودان لتحقيق السلام ومعالجة مشكلات الاقتصاد وقضايا النازحين بمناطق الحرب، وقال إنها أولوية. بداية، هناك جدل كثيف، تصريحات متباينة بشأن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل اقتربنا من الخروج من هذه القائمة؟ طيب، مسألة العقوبات الأمريكية وبسبب وضع السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب دي بتشكل تحدي كبير على مستوى الحكومة الانتقالية، بتأثر على مستوى الإصلاح بتاع القطاع المصرفي، وبيأثر على عملية اندماج السودان في القطاع المصرفي، بتأثر على الأوضاع الاقتصادية بسبب مسألة التحويلات، حتى مسألة الإحفاء بتاع من الديون الخارجية دي بتأثر عليها اللي بتقدر نحو 56 مليار دولار. دي كلها جملة من التحديات مرتبطة بضرورة إزالة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. هناك اتصال وهناك تنسيق بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وبين السودان وحلفائه الإقليميين والدوليين لتعزيز هذه المطالب وإزالة السودان في أغرب وقت ممكن. عملية إزالة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب عملية ليست سهلة، عملية معقدة مرتبطة ب اللي هي تغييم من جهاز المخابرات الأمريكية CIA للرئيس الأمريكي بأن السودان لم يعد يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية. مسألة المصالح الأمريكية دي مسألة فضفاضة وتحتمل العديد من الأهداف اللي هي يمكن أن توصف بأنها أهداف متحركة. كان يتحدث في الفترة الماضية عن 5 مسارات بالأسوان، يمكن أن نضاف إليها مسارات أخرى خلال وفقا للتقديرات الأمريكية. طيب، هذا التغييم الرئيس الامريكي بيشير ودي الكونغرس، الكونغرس بيعمل تغييمه الخاص وممكن يصل لنتيجه مختلفه، وممكن هنا تصل مرحله التنازع والمساومه بين البيت الابيض والكونغرس لمصالح لصراعات بتاعت انتخابات او غيرها لتمرير هذا القرار، ويمكن الكونغرس ان يعرغل هذا القرار. بشكل عام الادارات الامريكيه المختلفه ومؤسسات صنع القرار الامريكيه بعد نجاح الثوره في السودان بات لديها اتجاه عام لرفع وإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن هناك مخاوف حقيقية بالنسبة لهم من حدوث انتكاسة على مستوى عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وسيطرة العسكريين مرة أخرى على السلطة أو عرغلة الحكومة المدنية من أداء قرارها وأن يكون ما عندها البور في اتخاذ القرارات. لذلك دي مخاوف على الحكومة السودانية بأجهزتها المختلفة محاولة تطمين الجانب الأمريكي من عدم حدوث انتكاسة مرة أخرى وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة عملية التحول الديمقراطي في السودان بتتطلب إزالة العقوبات الأمريكية اللي هي بتاعت الدول الراعية للإرهاب. نعم، أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والصحفي المحلل السياسي الأستاذ محمد عبد العزيز، شكرا جزيلا. شكرا لك ولكل السادة المتابعين.